موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب رياض الصالحين. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: باب فضل من فطر صائما وفضل الصائم. باب فضل من فطر صائما وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده. يعني هذه ثلاثة مسائل يعني أراد النووي رحمة الله عليه أن يعني يبينها، أو ثلاث فضائل أراد أن يشير إليها. باب فضل من فطر صائما، هذه أولا، وفضل الصائم الذي يؤكل عنده، ودعاء الآكل للمأكول عنده. شيء طيب وعظيم جدا، هذا هو الإسلام. يعني الفضل يشمل الجميع، الصائم ومن سيأكل عند الصائم، ودعاء هذا الصائم للذي أطعمه. وذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاثة أحاديث. فأما الحديث الأول، قال: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. هذا فيه بيان فضل، أو فيه أولا في الحقيقة الحض على تفطير الصائمين، الحض على تفطير الصائمين. من فطر صائما، دعوة للمسلمين أن يعملوا هذا العمل، هو تفطير الصائمين. قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، كان له مثل أجره. فهذا فيه بيان أيضا فضل تفطير الصائم، فضل تفطير الصائم، إذ أنه يكون له مثل أجره، مثل أجره. يعني لو ضربنا في مثال، لو أن الله عز وجل ادخر للصائم على صيامه مثلا 100 حسنة، فهذه 100 يكون للمطعم هذا الصائم 100 مثلها، لا أن تقسم 100 بين الاثنين، لا. قال: غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. يعني إنه هذه 100 مثلا لن تقسم على الاثنين، لا، هذا 100 والآخر 100. الله سبحانه وتعالى كريم ذو فضل عظيم. نعم. قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. ويعني ما أحسن ما كان يعبر يعني بعض إخواننا يعني عن هذا الفضل. كنا زمان في المساجد يعني نفعل ذلك، كنا نحط يافطة كبيرة كده قدام المسجد قبل رمضان بشوية كده، وما شاء الله هذه اليافطة أو اللافتة كانت تحدث في الناس ما شاء الله يعني إثارة عظيمة جدا في الصدقة والتصدق لأجل تفطير الصائمين. نضع فيها هذا الحديث تحت عنوان: إذا أردت أن تصوم مرتين، أو إذا كنت تريد أن تصوم مرتين، فعليك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونذكر الحديث. فاللي عايز يصوم مرتين يعني هو له أجر صيامه، ولما يفطر الصائم له أجر هذا الصائم الذي فطره، فيكون له، لو هو أطعم كل يوم صائم واحد بغض النظر عن فقير أو غني، صائم واحد يبقى صام رمضان مرتين، صائمين يبقى صام رمضان 3 مرات، وهكذا. ثم إذا انضاف إلى ذلك مثلا كون هذا الصائم من أهل الفضل أو من المحتاجين والفقراء والأيتام ونحو ذلك، فيزداد الأجر. إنه فطر صائما،
فطر صائما فقيرا، فطر صائما يتيما، فطر صائما من أهل الفضل، العلم مثلا، العلماء مثلا وأهل الفضل، كل هذا يزيد به الدرجات. إذن فالحديث فيه الحض على تفطير الصائم، فيه فضل تفطير الصائم، فيه بيان أجر المطعم إنه له أجر مضاعف، فيه عظيم فضل الله عز وجل للجهتين، عظيم فضل الله عز وجل للجهتين، يعني ربنا هيعطي الصائم أجره والمطعم كذلك هيعطي أيضا أجره، وهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى. أين؟ ثم قال: وعن أم عمارة أو عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال: حتى يشبع. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث ابتداء في سنده جهالة، في سنده جهالة كما ذكر غير واحد من أهل العلم، وضعفوا هذا الحديث، فعلى التضعيف سيكون طبعا الخلاف المعروف بين العلماء في التعامل مع الحديث الضعيف، ونحن نأخذ بالقول الذي أنه إن كان في الفضائل الأعمال ليس شديد الضعف وكذا ونحو ذلك، فهذا لا بأس أن يذكر من باب الاستئناس به، من باب الترغيب ونحو ذلك. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، يعني أم عمارة هذه رضي الله عنها، فقدمت إليه طعاما فقال: كلي، يعني أيضا من هذا الطعام الذي يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، يعني لو في إنسان صائم والناس أكلوا عنده، زي ما يكون مثلا في رمضان وعزم مثلا بعض الناس عنده على الفطار ونحو ذلك بهذه النية، قال: تصلي عليه الملائكة حتى يفرغوا أو حتى يشبعوا، بل ظاهر الحديث أنه مش شرط ساعة المغرب، كأن يكون الآكل مفطرا والمؤكل صائما، يعني واحد دخل عند واحد في بيته والصاحب البيت صائم والمفطر هو الضيف، لا بأس أنه إن كان هذا ليس فيه. وإن كان العلماء منهم من يقول يعني من حسن الحال أنه المضيف يأكل، صاحب البيت يأكل، هذا من باب إكرام الضيف، ويقضي هذا اليوم إن شاء، إن شاء بعد ذلك. فهذا الحديث فيه فضل الصائم الذي يؤكل عنده إذ تصلي عليه الملائكة، وفيه مرافقة الملائكة ودعاؤهم للآكلين والصائمين أثناء الطعام، لأنه قال: تصلي عليهم إذا أكلوا حتى يفرغوا أو يشبعوا، فالملائكة تظل يعني تدعو لهم وتستغفر لهم. أما الحديث الثالث والأخير، قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. قال: رواه أبو داود بإسناد صحيح. يقول أنس رضي الله عنه أن سعد بن عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة في بيت سعد، يعني ابن عبادة، وسعد بن عبادة هذا سيد الأنصار، سيد الأنصار، وأنا أشير إلى ذلك لأجل إشارة أخرى، وهي: انظروا إلى الطعام الذي كان في بيت سيد الأنصار. قال:
جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه، فجاء بخبز وزيت فأكل. فجاء بخبز وزيت، سعد رضي الله عنه سيد الأنصار، جاء بخبز وزيت. الإدام بتحمل الغموس اللي احنا بنقول عليه بالتعبير بتاعنا احنا زيت، خبز عيش وزيت. قد يكون مثلا الزيت هنا في نوع من الصلابة شوية، كأنه سمن أو نحو ذلك، والله أعلم. هذا في بيت سيد الأنصار، ومن الذي سيأكل؟ سيد الناس صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أصحابه الكرام. قال فأكل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. انظر إلى ابتداء الخلق العالي جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، ده خبز وزيت ويدعي له كل الدعوات دي. وانظر إلى جميل الدعوات، أفطر عندكم الصائمون، ده مش أفطر عندكم المسلمين، لا، ده انتقى يعني نوعا معينا، لأن أكل الصائم أجره عند الله مضاعف. الذي يطعم صائما فإن له مثل أجر الصائم. أفطر عندكم الصائمين، وأكل طعامكم الأبرار، وأكل طعامكم الأبرار. أكل طعامكم الأبرار يعني إنه لا يدخل بيتك إلا أهل التقوى والبر، أبرار المتقون يعني، لا يدخل بيتك إلا أهل التقوى والبر. ودي دعوة جميلة وعظيمة، إن الإنسان المسلم لا ينبغي عليه أن يدخل بيته أي أحد، إنما يدخل أهل البر، أهل الدين. نعم قد يدخل بعض الناس أحيانا للضرورة، من مثلا يصلح له شيئا في بيته حاجة أو نحو ذلك، بل قد يدخل الكافر، لكن المقصود به هنا الضيافة والمؤانسة والمجالسة ونحو ذلك. أما الذين يدخلون من باب الضرورة ليس هذا هو، أو ليس هؤلاء هم المقصودون. وأكل طعامكم الأبرار، اللي يأكل في بيتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، لا يدخل بيتك إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا هو المسلم المنضبط، مش كل الناس كده والعياذ بالله، ويدخل هذا ويطلع هذا ونحو ذلك، واللي متقي وغير التقي. نعم. وصلت عليكم الملائكة، وصلت عليكم الملائكة، يعني الله يدعو لصاحب الأكل أو الطعام إن الملائكة تظل تستغفر له. صلاة الملائكة على الإنسان، صلاتهم عليه استغفارهم له. وقيل ذكرهم، ذكر هذا الإنسان بالثناء في الملأ الأعلى، ذكر هذا الثناء الإنسان بالثناء في الملأ الأعلى. إذن دعوات عظيمة جدا يقولها الصائم لمن أكل عنده. فالحديث فيه استحباب الدعاء من الآكل للمأكول عنده، الدعاء عموما، الدعاء عموما. وفيه بيان صفة الدعاء على الأفضلية، يعني الأفضل يكون الدعاء ده. لما نأكل عند حد نقول له أفطر عندكم الصائم، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، لا بأس به أن نقول له أي دعاء آخر. كان نقول جزاك الله خير الجزاء مثلا، اللهم اطعم من أطعمنا، واسقي من سقانا، أو أي دعاء آخر. مثلا ندعو له بالبركة في المال، في العيال، في نفسه، في أهله، ونحو ذلك، لا بأس. لكن من أفضل الأدعية هذا الدعاء، ودعاء كذلك اللهم اطعم من أطعمنا، واسقي من سقانا. وإن كان بعض الناس أحيانا يستحدث بعض الكلمات التي لا فائدة كبيرة فيها، بل ربما يكون فيها نظر، كقول بعضهم سفرة دايمة، سفرة دايمة. هي الكلمة لها محملين، إن ربنا يعني يديم عليك الخير والبركة، وإنك تدعو الناس في بيتك ونحو ذلك، وده الوجه الجميل. ودايما من ناحية تانية إنه مفيش حد هيدوم،
كل الناس ما انتهوا لا سفرة ولا أي شيء. لذلك ما أجمل دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني الحديث فيه محبة الملائكة للمؤمنين، إذ أنهم يشهدون في كل أحوالهم ويدعون لهم ويستغفرون لهم. قال وصلت عليكم الملائكة، النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي لهم بأن الملائكة تقعد تدعي لكم، لأن الملائكة بيحبوا المؤمنين، يحبوا أعمال الخير. وهنا تنبيه في ختام يعني هذا الحديث، وهو أن البعض يضيف إضافة لا تثبت، يضيف إضافة لا تثبت، فيقول إذا دعي يعني أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده. هذه الزيادة لا تثبت، هذه الزيادة لا تثبت. قال النووي رحمه الله: باب فضل من فطر صائما وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده، وذكر الشواهد على ذلك كما تقدم. نقف على كتاب الاعتكاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.